طفلة مصابة بشلل دماغي وسبب لي صعوبة بالمشي والركض، بس ماما وبابا على طول بعملوا لي علاج طبيعي حتى أقدر أمشي وأركض مثل الفراشة. رح يروح الشد نهائي ورح ترجع كطفل طبيعي وتمارس حياتها كبعض الأطفال. حاليا أنا قررت أنه أعمل قصة وأعمل مبادرة لفرات على أساس أنه من ريح هاي القصة أقدر أجمع مبلغ هاي العملية وتعملها وترجع إن شاء الله زيها زي باقي أطفال فلسطين. بلاس قناة فلسطين الرقمية.